نتكلم عن سانتوس واخر تلت ساعه في الماتش ده، اه حضرتك بتتذكره جدا. بس احنا معانا سانتوس. برضو على التليفون واحد من حبايبك، ممكن تقول الو يا كابتن علي. الو يا كابتن علي، منور يا كابتن علي البيت الكبير، ومنور قناه النادي الاهلي، وتاني وانت وحشنا وحشنا من زمان يا كابتن علي والله. همام، ايوه ازيك يا همام؟ علي، ازيك يا همام؟ ازي صحتك؟ والله وحشنا يا كابتن الله علي، يخليك يا همام. والله وحشنا يا كابتن. الله منور منور مع كابتن هاني والسهاد، الله يخليك منور من قناه النادي الاهلي، ورمز من رموز الكره المصريه، طبعا فاكهه الكره المصريه كابتن علي. الله يخليك يا همام، ربنا يخليك كابتن. منورنا في البيت الكبير طبعا كابتن ماهر همام. لا كان سردباك جامد، كان بيعاكسني في الكوره. ايوه بقى لسه هساله اهو، لسه هساله كابتن ماهر. كان بيعاكسني. انتوا الاثنين ما شاء الله على مستوى الدفاع، كابتن ماهر همام معروف قد ايه بالكرات العاليه كان متميز فيها، لكن كمان مع الكابتن علي ابو جريشه كنت بتعملوا دي ازاي؟ وكنت بتقابل يعني كابتن علي ابو جريشه، لعبت عليه وكانت صعوباتك في الاخر بس يعني مش في الاواخر طبعا. في الاواخر كابتن علي ده يعني رمز يا كابتن هاني، اكيد انت بتتفرج عليه، يعني شرف لاي حد ان يلعب على الكابتن علي، لان هو نموذج فاكهه، نموذج لراس حربه في الاستلام والتسلم والعاب الهواء. صعب جدا ان حد يقدر ياخد منه حاجه في الهواء، وحتى كمان في الارض كمان، يعني مراوغ من الطراز العالي جدا. وانا عايز اقول لك ان انجلدير ده مفحور في قلبنا، نهائي نادي الاسماعيلي والانجلدير في استاد القاهره. انا كنت واحد قاعد في الدرجه الثالثه، اشتريت التذكره فعلا من المدرسه، وقعدت اتفرج على الكابتن علي ابو جريشه، واستمتع طبعا بادائه المتميز. ويعني كان لنا الشرف، انا طبعا يمكن فرقه الامل، كنت مع فرقه الامل، لعبنا مع ضد الاسماعيلي، كابتن جوهري كان وقتها، والنادي الاهلي كان واخد البطوله بقاله اربع خمس اسابيع، اخر خمس اسابيع. فمجلس اداره النادي الاهلي قرر ان المباراه المتبقيه يلعبها فريق الامل، انا كنت واحد من ضمن فريق الامل. أيوة. لعبت بقى طبعا على الكابتن علي ابو جريشه، واحنا كنا بنتفرج عليه بس يا كابتن هاني. طبعا مستوره كبيره، مستمتعين بادائه طبعا. ما تخيلتش يا كابتن ماهر ان حضرتك تلعب في يوم من الايام يعني في نفس الملعب اللي بيلعب فيه كابتن علي. والله يا سهام، ده حلم، حلم انك انت تلعب على الكابتن علي ابو جريشه. يعني لو تقعدي تحلمي كده طول عمرك صعب جدا ان يتحقق هذا الحلم. يعني الكابتن علي ابو جريشه عالم من اعلام الكره المصريه، فاكهه مش هتتكرر مره ثانيه. وده كان حلم بالنسبه لنا ان احنا يعني نسلم على الكابتن علي، مش نلعب عليه اصلا. ده شرف، شرف شرف كبير جدا لينا كلنا. يعني ماهر كان من اللعيبه الجامده برضو، من السردباكات اللي صحيح. لا كان ما شاء الله، كان طالع طلعه جميله. وافتكر الماتش ده كان في اسماعيليه يمكن. واحد واحد، واحد واحد خلص، واحد واحد. انا فاكر كان مجموعه جميله، مجموعه حلوه. واعتقد يمكن انتوا كنتوا سباقين حتى بالتسجيل، كان 1-0 وبعدين 1-1 تقريبا كده. كان ماتش حلو، ماتش حلو. كابتن ماهر من فعلا من اساطير كمان الكره المصريه في النادي الاهلي، يعني يمكن ما خدش حقه اعلاميا لو كان على ايام السوشيال ميديا موجود دلوقتي. لا لا ماهر كان ده حقيقه. يعني احنا بعد الماتش ده بقى باسبوعين كان عندنا الاهلي بقى والاسماعيلي ماتش كاس. وده عشان هنا بفتكر برضو كابتن دابر رحمه الله عليه، الله يرحمه، كان توفى الاسبوع اللي فات. لانه الفتره دي بعدها باسبوع او 10 ايام لعبنا اهلي واسماعيلي في استاد القاهره، وكان دابو اللي جاب الجول رحمه الله عليه، وكسبنا 1-0 يومها. فانا بذكر بكل خير امين دابو، الله يرحمه، سنغالي زميل وصديق ولعيب من الطراز جميل. وبشكر ماهر ان هو فكرني، يعني فكرني بالوقت ده، لان لنا الشرف، لنا الشرف يا كابتن علي. انا بشكرك يا ماهر والله، وانت من اللعيبه المحترمه، وبشكرك ان انت فكرتيني باليوم، لان كان جيل معاك مين يا ماهر تقريبا؟ كان معايا السمري ومصطفى كيلاني ايوه كيلاني اللي هو رحمه الله عليه المذيع. بالظبط، الله يرحمه. كان بيلعب جنبك تقريبا. ايوه، وعلي زور، واخبر حضرتك، وعلي زور. وجمال عبد الرؤوف، يعني كانت مجموعه فرق. والله مجموعه جميله، كانت طالعه مجموعه كبيره مع بعض. وانا انا انا فاكر كمان المرحوم الكابتن الله يرحمه، كان ماسكنا في المنتخب كابتن ابو جريشه، كان ماسك الفرقه كابتن علي، كان مدير فني وقتها معاكم.
كابتن صلاح. كابتن صلاح صلاح ابو جريشه الله يرحمه. اخويا صلاح. صلاح وكابتن صلاح ابو جريشه في المنتخب بعد كده لما انضميت للمنتخب حكى لي على المباراه دي، قال لي انا كنت قاعد بتغدى كده وشفتكم وانتوا داخلين ما لقيتش ولا واحد من الفريق الاول، فروحت النادي للكابتن علي ابو جريشه قلت له علي ده هيلعبوا في فرقه الامل، حتى حضرتك علقت قلت يا دول مقرفين قوي. ايوه ماتش غالي صح. لا بيبقى ماتش صعب. ماتش صعب فعلا. طبعا طبعا. يا كابتن كابتن صلاح ابو جريشه حكى لي الواقعه دي، قال لي امبارح انا فوجئت ان مفيش حد من الفريق الاول، وقلت النادي الاهلي بيغامر بشكل كبير قوي، بعت لنا فرقه الامل وقال لحضرتك يا كابتن علي ده الاهلي جاي بفرقه الامل، حتى حضرتك علقت وقلت يا هيبقى ماتش صعب قوي وعيال مقرفين. لا محرج الماتشات دي بتبقى محرجه دايما طبعا. واعتقد كان في السمري باين. سمري السمري السمري حضرتك ونبيل البحتيتي لانه جمال جالنا الاسماعيلي شويه والسمري جالنا الاسماعيلي شويه. بالظبط بالظبط بالظبط. وكان علي الزور حضرتك جمال عبد الرؤوف في نص الملعب وجمال عبد الرؤوف تالي جالنا شويه لانه برضه كان لعيب كويس جدا. بالظبط. وكان معانا المرحوم ثابت البطل الله يرحمه. الله يرحمه طبعا. جميل وكان مدير كلها كرة اسماء كبيره وكلها اساطير. وكنا بنتكلم يا كابتن ماهر على العلاقات الطيبه وانا كمان بتابع حديثكم مع بعض والكابتن علي ابو جريشه ده فلان كان بيلعب بس جه عندنا يعني حتى العلاقات. لا صحيح. انتقالات اللعيبه كانت سهله جدا. وقبلهم كابتن ريعو كابتن ريعو طبعا كان لاعب النادي الاهلي في ما خدنا الدوري 67 هو كان معانا يعني لعب الماتشات ريعو معانا 67 وبطوله افريقيا. صحيح فيعني الموضوع ما كانش الموضوع كان مختلف خالص لا الموضوع كابتن علي وطول العلاقه وطول عمر العلاقه اللي بين الاهلي يا كابتن علي والاسماعيلي علاقه من مجلس الاداره واللاعبين. صحيح. حتى حضرتك كنت بتلعبوا في نادي في عندنا في الجزيره يا كابتن علي، كنت تتمرنوا في مركز شباب الجزيره وماتشاتكم كلها كانت على ملعب النادي الاهلي. ملعب التتش وانا ما عملت عمليه حتى الغضروف، رجعت عملت الاعداد بتاعي في الجيمنيزم النادي الاهلي. جيمنيزم النادي الاهلي وحتى ما ده اللي حضرتك في ماتش سانتوس يا كابتن علي لما فكروا بحضرتك. بالظبط بالظبط. راس حربه تقدر تجيب لنا اهداف بالظبط مباراه سانتوس يعني. دي لا ده اللي هنتكلم فيها يا كابتن ماهر. بس انت وحشتنا بقالك كتير ما جيتش البيت الكبير. والله حضرتك بقالك كتير بقالك شي شهرين. انا معزول عندي كورونا بقالي يمكن الف سلامه. الف سلامتك. الف سلامه عليك. بقالي ست ايام سلامتك وعايز الناس الله يسلمك. ما اعلنتش يا كابتن ماهر. معلش بقى سيام هنعمل ايه بقى. سبحان الله سلامتك. الف سلامه. اكتر من كده لا سلامتك. احترازيه بقى. الف سلامه عليك يا كابتن وتقوم بالسلامه. واول ما تكون مع ربيع ولا ايه تكون موجود. شكلي كده يا كابتن علي كنت مع ربيع سيم. ربيع ربنا يشفي الجميع. ربنا يشفي الجميع يا رب. الله يكرمك. شكرا كابتن مهران. الف سلامه عليك يا حبيبي. الف سلامه. عندنا مانشيت هيتعرض دلوقتي ويعني